Jungle. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم ليمن ستاخس من الجزائر، من بجاية تحييكم. أولا نحيي الأمة الإسلامية بمناسبة عاشوراء، إن شاء الله كل عام وإحنا بخير، كل عام والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله، وينعد علينا بالصحة والهنا إن شاء الله. وصلوا على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لكم جزيلا. إذا قبل ما بدأ الفيديو دائما وأبدا نقولكم اللايكات من فضلكم والبارتاج لفيديو باش تعم الفائدة للجميع. و تاني بيان سور اللي مازال ما اشتركش في قناتي يشترك. اذا بهذه المناسبه الرائعه الجميله جدا، اذا هكذا شاركت معكم امتي فلوغ هكذا، يعني حبيت فقط نشاركه معكم. درت يعني عشاء، درت رشطه بالدجاج، الله الله هكذاك بالخضره، ودرت هاد اروينا ولا زريره، كل واحد كيفاش ينادي لها، يعني روعه يعني بلا طمينه درتها يعني بطريقه ولا اروع، ان شاء الله تعجبكم. وتبعوا الخطوات كي تنجحكم، يعني باش تنجحكم هذا الطمينه ولا اروينا، رائعه جدا، واحد ذوق يعني خيالي، راح تعجبكم اكيد باذن الله تعالى. هكذا وهكذا بيان سور درنا هكذا بديت ريسبسيون هكذا، يعني بمناسبه العاشوراء كل عام احنا بخير، هكذا زينا الطبله بالحلويات، ان شاء الله ايامنا يعني تكون يعني هكذا فرح وسعاده، وان شاء الله كل عام يعني عاد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله، فقط الصحه وراحه البال. وهذه الدنيا فوالا يفوت واحد فوالا، ربي يجيب الخير. هكذا اذا شاركت معكم هذه الحلويات رائعه جدا، شاركت معكم هذه الطاوله رائعه جدا، ان شاء الله تنال اعجبكم، نهدي لكم هذه الحلويات لاوفيائي الاعزاء اللي دائما معايا، وثاني لاصحاب الحسابات ثاني نقول لكم شكرا للمشاهدات الرائعه جدا، وشوي فريمون كونتونت. يلا نبداو على طريقه التحضير. يلا نبداو بالرشطه تاعنا. بسم الله، لهنا رشطه بيان سور شريتها، يعني شريتها هايله هذه لا كاليتي. اذا الحاجه الاولى اللي نديرها نجيب هكذا قصعه كبيره ولا جفنه كامل ونحلوها يا حبيباتي، لازم نحلوها كامل فوالا، يعني من الاول تكون متشبن يعني مشبكه شويه، نحلوها وندير انا شويه تاع الملح هكذاك، ملعقه صغيره من الملح، وندير هكذاك يا حبيباتي الزيت بيان سور، ونفتحوها كامل بالزيت، وندير نبدا لهنا ندير الماء يا حبيباتي، ما ديروش بزاف، فقط ديروا حتى يعني تحصلوا على قيس فقط ما نبلوها بيان سور. ومن بعد نروحوا نخليوها نفوروها. لهنا نجيب القدره تاعي، نجيب لا مغمى تاعي، ندير الدجاج تاعي، ندير لا طوماط والبصل تاعي عندما ريحتهم، ونزيد ملعقه تاع السمن يا حبيباتي هنا باش تريح لنا الله الله هذيك الرشطه، ونخليوها يتقلاو كامل البصل ولا طوماط والدجاج كامل والسمن على جهه، خليوه يتقلى. لهنا بعد ما فرت لي يعني الفوره الاولى نفتحها كامل تاني، وزيد مرق تاني، ندير لها الماء تاني لهنا فقط سخونه، نديرها فقط بالمعقه، من بعد نديرها باليد، نعاود نفورها ونمرق، ندير لها بالماء تاني، لازم نديرها الماء، نعاود نفورها مره ثانيه. لهنا نعطي لكم لاستوس يعني لي زيبيس، ما ديروش ديراكتومون، جيبوا هكذا امبول الماء، ديروا شويه تاع الملح وفلفل اسود، ودرت لهنا العود تاع القرفه، ونديرو ديراكتومون نسكبو في لهنا بيان سور، نقلب الدجاج تاعي من داك قلبوه وخليه يتقلى على النار هاديه باش يعني يعني تكون بنينه. لهنا نحط كامل الماء والملح والفلفل الاسود والقرفه تاع العود، نديرهم كامل نخليوه يطيب. لهنا بعد ما فورت لي تري تري بيان بار دوزيام فوا، يعني تلقاوها خلاص يعني رجعت بيضه بسم الله ما شاء الله طيب، شوفوا كيفاش طابت لي ما على يعني على حبه. ندير لهنا ملعقه من السمن، ونبدا لهنا حبيباتي نحلها كامل بالسمن كامل، بعد ما يعني ذوقوها كذا تشوفوها خلاص طابت
يعني فورت تخي تخي بيان. لهنا نجيب بيان سور الحميمصه تاعي ونجيب لا كورجيت تاعي. لهنا تقدري تزيدي اللفت، انا ما زدتش اللفت، نحبها فقط في لا كورجيت. لهنا نزيد لا كورجيت تاعي مع الحميمصه تاعي، الحميمصه تاعي نخليهم ثاني يطيبوا على النار هاديه. يلا لهنا نروحوا نحضروا الروينه تاعنا ولا طمينه، كل واحد شاك بلد كيفاش. لهنا جبت الكاوكاو يا حبيباتي مع الجوز، حمصتهم بيان سور وديتهم في الغبو، نحيهم رقيق رقيق مرحيه مليح. لهنا نجيب القمح تاعي يا حبيباتي، لهنا بيان سور لهنا نبدا ندير النار. لهنا القمح لازم يولي هكذا كيروح ميال، يعني يروح البني شويه. لهنا نبدا نحمص فيه نحمص فيه حتى نتحصل على الروينه تاعي، لهنا على يعني اللون الذهبي اللي نستحقوه. لهنا يا حبيباتي نعطي لكم الكيله تاع الصح تاع الروينه ولا الطمينه. لهنا لازم ديري الكيله تاع السمن، عفوا تاع الزبده، والكيله تاع العسل. لو كان ديروا اكثر ولا اقل تجيكم يعني يابسه. لهنا نعاود نزيدها في البول باش نقيس يعني الزبده مع العسل، باش نقيسهم لازم يجيو كيف كيف. ولهنا خلاص الزبده يعني درت لي ذبت لي، وبديت ندير لهنا العسل. ونبدا يا حبيباتي لهنا بالملعقه نديرها في النار على النار هاديه فقط، كونديسيون ما ديروهاش تغلي لك ولا خلاص بدات تغلي لك راح تيبس لكم الروينه تاعكم. لهنا شوفوا كيفاش تحصلت عليها، لون جميل جدا. نبدا يا حبيباتي لهنا ندير شويه 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 وبيان نحرك، نبدا شويه شويه ونبدا نفرغ هذه الروينه تاعي في العسل والزبده تاعي. فقط تختاري زبده يعني اللي تصلح للروينه تاعك ولا الطمينه تاعك. انا نحرك ونحرك ويا البنات، يعني خذي راحتك حتى تدخل لنا كامل هذيك الزبده وسمن في الروينه تاعنا. لهنا نجيب هكذا امبول هكذا يكون ريسيبيون يكون كبير، نبدا لهنا نحركها باش يعني يدخل لي كامل هذيك يعني المكونات اللي درناهم في الروينه تاعي. شوفوا كيفاش اللون جا ذهبي يعني هكذا اللي نسحقوه. لهنا نجيب الكاوكاو تاعي مع الجوز تاعي اللي حمصتهم رقيق رقيق مليح، نضيفهم لهنا في الروينه تاعي ونخلطهم هكذا تخي تخي بيان بالملعقه باش ينسمجوا معي تخي تخي بيان. لهنا بيان سور نجيب له هكذا ان بلا هكذا، نجيبو هكذا اون ميسيت تكون بلات بيان سور سبيسيال تاع الطمينه. نبداو نسويها كامله بنات كامل، نخليوها تبرد ونزيون لهنا التزيين فاكولتاتيف، نزينوها هنا. فوالا هذه الطابله تاعي، درت رشته تاعي، درت الروينه تاعي اللي زوقتها هكذا بالعقاقش تاع العقاقش تاع الكاوكاو تاع الشوكولا والجوز. ولهنا يا حبيباتي ذوقتها كيفاش جات بنينه بنينه ما تصدقوش راحتكم، يعني جربوها تردوا لي الخبر، يعني هذه الروينه هايله لذيذه جدا. اذا هذه هي طويله تاعي تاع العاشوره. كل عام وحنا نتوما بخير، ميرسي بوكو، ميرسي بور لي بارتاج، ثاني ميرسي بور لي لايك، وما تنسونيش في اللايكات من فضلكم. ونزيد لكم هذا الطبق تاع الحلويات، وكل عام وحنا بخير. ليمون ستارز هنا معكم من الجزائر من بيتشايا، تحييكم وتتمنى لكم اوقات ممتعه وعطله للغد ثلاثاء. نتمنى استر يعني فوالا عطلة ممتعة بإذن الله تعالى. شكرا، إلى فيديو آخر.